ويمكن في هذه النقطة تحديدا أستاذ ياسر، بعد هذا اللقاء يبث على يعني شاشتنا لقاء أجريته امبارح هنا في القاهرة مع رئيس تتارستان رستم مينخانوف، اللي برضو اتكلم تحديدا على القدرات الكبيرة لجمهورية تتارستان الروسية، خاصة في تصنيع مروحيات المي ام اي 8 108 او 117 بالضبط. وبيقول ان احنا يعني هنكون سعداء لو يعني حصل في تعاون بين مصر وبين روسيا في هذا المجال. وفي تعاون مستمر طبعا، لان احنا يعني على الاقل هو معروف 108 و 117 دي طيارات الهليكوبتر الرئيسيه للنقل، نقل الافراد ونقل القاده وغيره اللي في السلاح الجوي المصري منذ الستينات وطرازاتها المختلفة. طبعا روسيا مش مقتصر المسألة، موجودة دي جمهوريات تابعة لها فيها أجزاء كثيرة جدا من التصنيع، من أول معدات الزراعية ومعدات الري لحد الأسلحة شديدة التقدم أو صناعات فائقة التقدم. نحن بنتكلم على، احنا بنقول على أهمية روسيا، أهمية مصر بالنسبة لروسيا. مصر تحتل الموقع الجيوستراتيجي الأهم في منطقة الشرق الأوسط على اتساعها على البحر المتوسط، ومدخل روسيا البحر المتوسط هو مضيق البوسفور مع البحر الأسود إلى البحر المتوسط. مصر تطل على البحر المتوسط، عندها قناة السويس في أهمية بالغة لقناة السويس، البحر الأحمر، عارفين الوجود البحري الروسي موجود في البحر الأحمر وموجود في البحر المتوسط كقوة عظمى حقيقية. أهمية مصر بالنسبة لروسيا في العلاقات التاريخية بين مصر وسوريا، اهتمام مصر بمستقبل سوريا، الجوار الجغرافي لمصر مع ليبيا وأهمية ليبيا بالنسبة لروسيا، كذلك عايز أقول الدور المصري المحوري في منطقة البحر الأحمر، العلاقات المصرية الإثيوبية، العلاقات المصرية الصومالية، اهتمام مصر بقضية اليمن كدولة عربية شقيقة. الحقيقة أن كل ده في تقارب، خلينا نقول مصري روسي، في وجهات النظر تجاه التعامل مع هذه الملفات والأزمات بحكم الخبرة الروسية بالمنطقة تكون أكثر من بعض الدول الأوروبية. في أخطاء كثيرة حدثت من دول أوروبية واعترفوا للرئيس السيسي بأن مصر كانت رؤيتها أعمق، وطبعا مصر فهمها أدق لكل هذه القضايا، وأيضا القضية الفلسطينية. احنا عارفين موقف الروسي من قضية القدس، وعارفين الموقف الروسي من إعلان الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس. وما ننساش أن احنا انتصرنا في حرب 73 بالسلاح الروسي، في الوقت أن السلاح الأمريكي وقتها كان في إيدين إسرائيل، وهو اللي كان بيساند العدوان الإسرائيلي من 67 وضدنا في حرب الاستنزاف في 73. طبعا الدنيا بتتغير، لكن في أشياء يجب ألا تغيب في الذاكرة.